هلا والله، يلا حيا معكم ماينكرافت من قناة جيمنج شلتر، وهذه الحلقة 18 من سلسلة مود ماينكرافت المبتدئين. طبعا زي ما انتم شايفين ورايا جلست أصمم في ال أصمم الصراحة ما طولت فيه، يعني فكرت قلت ايش اللي شيء يناسب بلاد ماجيك، يعني شيء أكيد حيكون من النذر، شيء حيكون يعني الله ما أدري كيف أشرح. المهم إنه التصميم النهائي طلعته هذا. طبعا البلوكات هذه مو شرط تكون بهذه الطريقة، ممكن تحط أي بلوكات زي ما قلت في الحلقة اللي راحت. لو ترجع للحلقة اللي راحت في آخر الحلقة ذكرت هذا الشيء، ممكن تحط أي بلوكات ما عدا هذا الشيء اللي هنا، لازم تكون رونز بلانك رونز أو أي نوع من أنواع الرونز. طبعا حاوريكم بعد شوي إيش هذا الشيء. طبعا قلت في الحلقة اللي راحت إني أنا حاجمع أو حاسوي بالأصح اللي هو الامبيوزد امبيوزد امبيود سليت عشان نقدر نسوي التير 3 بلاد اورب. طبعا قبل ما اوريكم اللي هو الرون اوف كاباسيتي، في انواع كثيره من الرونز، يعني لو اجي دقيقه معلش 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 قبل ما اشرح انواع الرونز خليني اوريكم كيف اصلا طلعت بالتصميم هذا النهائي. تسوي لك هذا الكتاب، اظن ذكرته في الحلقه اللي راحت، تحط كتاب مع الف ال بي طلع لك هذا الكتاب. هذا الكتاب ميزته يعطيك تخيل للتيرز اللي نزلوا، يعني مثلا حاليا عندك تير 1 تير 2 تير 3 تير 4 تير 5 تير 6 تير 6 طبعا اخر شيء، تحطه على تير 6 وتضغط شيفت رايت، معلش تضغط شيفت رايت كليك على الالتر، حيبدا يعطيك تخيل زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين هذا شكل البلد التر في تير 6 اللي هو اخر تير. فأنا صممت على هذه الطريقة، يعني هنا حيكون في بلانك رونز الأماكن الفاضية هذه، حيكون في رونز عموما مو شرط بلانك رونز، أنا ما راح أحط بلانك رونز، ححط رونز مع يعني أنواع كثير. فخلينا نرجع هذا الشيء زي ما كان. أوكي نحط هذه هنا معلش. طيب زي ما قلت خليني أوريكم أنواع الرونز. نكتب هنا الرون رون. زي ما انتم شايفين اطلع لكم فوق بلانك رون. البلانك رون يعني فايدته الوحيده انه هو يطلع لك التير من تير 1 لتير 2 لتير 3 بهذه الطريقه. السبيد رون حيخلي لك تحويل الاشياء اسرع، زي الحين مثلا لو بتحول اللي هو الستون مثلا لبلانك سليت او الرينفورس سليت لامبيو سليت، حتصير الطريقه او العمليه اسرع. عندك اللي بعدها اللي هي الافشنسي، الصراحه هذه جديده ما اعرفها في التحديث الجديد ما اعرفها. رون اوف ساكرفايس هذه لما في تير 2 وتير 3 اتوقع تير 3 بما صح، تقدر تضحي بالحيوانات، يعني مثلا لو كنت حاط سبونر زومبي هنا تقدر تضحيه عن طريق سيف معين، فهذا راح يزيد لك كميه الدم اللي راح تجيبه عن طريق الوحوش هذه. رون اوف سيلف ساكرفايس لما تضحي بنفسك انت، يعني مثلا زي كذا انا جيت وضحيت بنفسي بهذه الطريقه اخذ دم من عندي بالاصح، راح يعطيك كميه دم اكثر بكثير. ديسبليسمنت وهذه الاشياء الصراحه ما اعرفها كثير، لكن اللي انا ابغى اسويها حاليا رون اوف كاباسيتي. رون اوف كاباسيتي ايش فائدتها؟ خليني اوريكم. بس لو اشيل هذه تمام، حاليا الكاباسيتي او الكميه اللي فيها اللي ممكن يستوعبها الالتر 10000 صح؟ لو احط اللي هو الرون اوف كاباسيتي تجي تلاحظ صارت 12000، فكل رون اوف كاباسيتي راح تزيدك 2000 ال بي. فانا ليش ابغى احط رون اوف كاباسيتي؟ لانه لما تيجي تحط وتبغى تسوي اللي هي البلاد اورب اللي هي الماجيشن بلاد اورب، راح تحتاج بلوك اوف جولد مع 25000 ال بي، ف 10000 ما راح تكفينا، راح نحتاج نزود الكاباسيتي او انه احنا يكون عندنا مصدر دم متجدد، يعني نحطه وقبل ما يخلص الالتر، لانه لو خلص عليك الدم وانت حاط البلوك فوق راح تبدا العمليه تصير عكسيه، راح يبدا يشفط الدم من الايتم. فيا انك تزيد الكباسيتي او سعه الالتر، او انه انت يكون عندك مصدر مستمر للبلد. فانا قررت انه انا يعني استغلها عن طريق انه انا ازيد الكباسيتي، لان انا دائما افضل في بلد ماجيك اني انا ازيد الكباسيتي. في ناس يقول لك لا يحط رون اوف سيلف ساكرفايس، انا عن نفسي اشوف الكباسيتي افضل. طبعا طريقه ان انت تسوي رون اوف كباسيتي خليني اوريكم، راح تحتاج الاتي، راح تحتاج طبعا في شيء اكثر من كذا، يعني هذه دقيقه ايوه هذه كباسيتي تزيدك 2000، وفي عندك اوجمنتد كباسيتي، اوجمنتد كباسيتي هذه تزيد اكثر، لكن كم بالضبط ما ادري والله، لانه في اشياء كثير تغيرت في الابديت. ف رون اوف كباسيتي راح تحتاج اي نوع من انواع الستون والامبيود سليت اللي قلت لكم انا حسويها بين حلقتين، واي بلانك رون
والسطول. مع لا سيو بلانك رون جديده، خذ من نفس الالتر، روح على الالتر وخذ الاشياء اللي انت تبغى تستبدلها. يعني مثلا انا استبدل مثلا هذه وهذه، واخذ من هنا مثلا ثلاثه كمان، واخذ مثلا واحده من هنا، تمام. واروح طبعا حيقل التير مؤقتا، بعدين حيرجع زي ما كان. يعني بدل ما تسوي لك بلانك رون ثانيه، انا اشوف انه افضل كذا. تحط الستة هذه وتحط الستة هذه. تحتاج زي ما قلت أي نوع من أنواع الستون، دي رايت أند سايت أيا كان. وتحتاج سطول، فالسطول خلينا ناخذ حديد. راح نحتاج 3 × 6 = 24، نحتاج 24 سطل. 24 والله كثير، 24 يلا مشكلة. أوكي هذا 15، لا والله مو 24، أقل منهم، إلا 24. طيب نحط هذه، لا والله أقل، مو 24 استغفر الله العظيم. 3 × 6، 3 × 6 مو 24، أنا صدعت. 3 × 6 18 24 إيش؟ 4 × 6 24، خبصت أم الرياضيات. طيب نحتاج كمان 3 زيادة، 1 2 3. والله يبغى تسوي سطول كثير، بس كويس. تمام هذه آخر واحدة، نرجع الحديد ونرجع هذه مكانها، ونروح لمنطقة بلاد ماجيك. طبعا لأني نقلتها فتغير اسمها، فزي ما قلت نرجع هذه هنا، معلش نحط هذه هنا. طبعا معلش في نقطة، لو حطيت هنا أي بلوكات مؤقتا ما راح يأثر على التير اللي أنت عليه. فإذا أنت مثلا مو عاجبك شكلها لما تطلع للتير اللي بعده، عادي ممكن تحط كبل ستون، تحط دير، تحط اللي تبغاه. لكن إذا تبغى توصل للتير اللي بعده لازم تحط رونز. فحاليا لو نشيك زي ما شايفين الكباسيتي صارت 24000، ف احنا هنحتاج 25000، لكن ال 1000 الزيادة هذه بسيطة جدا، ممكن نستخدم ساكرفيشال داجر. فأنا راح أعبي هنا 25000، أو معلش أعبي ال 24000 وأحط بلوك الجولد، ولين ما قبل ما يخلص بشوية أرجع أسجل من جديد. أوكي حاليا جلست أعبي البلاد ألتر، لما عبيت فل حاليا في عندي 24000. حاليا راح نحتاج بلوك الجولد، خليني أجيب بلوك الجولد معلش بس نسيت ما أسويه. نحتاج 9، سويها على بلوك كامل، تمام بهذه الطريقة. طيب نروح مرة ثانية نحط البلوك اوف جولد. طبعا احنا نحتاج 25000، فنستناه لما يشفط 1000. كويس شفط كمية كويسة، نرجع نستخدم السيف حقنا هذا، بس خلي البخور يخلص، خليه على مهله. لازم هذه تروح النار، نرجع نستخدم مرة ثانية. حاليا اتأكدنا انه هو شفط كمية معينة وحيوصل يعني 25000. فحاليا ايش ابغى اسوي؟ في حركة سواها داير وولف عجبتني مرة، عشان نخلي الشكل الألتر أحلى، بدل ما نحط هذه في النص، إيش نبغى نسوي؟ نبغى نكسرها، حلو، نكسرها، نروح البيت، نبغى ناخذ معانا أي نذر ستير بريك، مدري نذر بريك ستير، حاجة زي كذا، أوكي، طيب نرجع البيت. على مهلنا، ذاك حيقعد يعني يحول على مهله. طبعا زي ما قلت في رونز مرة كثير، أنا إلى الآن ما تعلمتها كلها، لأني ما اضطريت إنه أنا أستخدمها كلها، لكن مع الوقت راح أبدأ أضطر إن أنا أستخدمها في أيتمات تحتاج مثلا 100000 ال بي، فأضطر إن أنا أستخدم حقة السرعة وهكذا يعني. هذه الطريقة. فلو ناخذ الستير نحطه هنا في البينتينج مشين، طبعا هذه آلة اسمها بينتينج مشين، نحطها هنا ونحط ترافل أنكر. هيبدأ إيش يصير؟ الترافل انكر نفسه يتحول على ايش؟ على ستير. حاليا لو نرجع يصير شكلها مرة كويس، يعني احلى بكثير مما كانت اول. نرجع هنا، طبعا زي ما قلت المنطقة هذه راح اغير شكلها، ما راح تكون زي كذا، لكن يبغالي وقت شوية، اعطوني قليلة من الوقت. معلش مش المشكلة، ليش ما هو شكله عادي؟ يلا مشكلة.
المهم انه هذا صار ايش؟ صار ترابل انكر زي ما انتم شايفين. اكتب بلاد ماجيك. طبعا حاشوف بعدين ايش مشكلتها، ليش ما تصير كاستير عادي. فحاليا لو نقدر نقدر نستخدمه عادي كانه اي ترابل انكر زي ما انتم شايفين. حلو، هذا حقنا خلص. لو ناخذه، طبعا زي ما قلت حاليا ما هو مربوط باي شخصيه، نضغط رايت كليك حيرتبط بالشخصيه حقتي اللي هي ايفل كرافت. طبعا التير 3 هذه او ماجيشن بلاد اورب اتوقع انها تخزن 500,000، لانه زي ما قلت في عندك نوعين من ال بي، في عندك ال بي اللي في الالتر اللي عندنا حاليا مثلا 1880، وفي عندك ال بي الخاص بشخصيتك انت. يعني مثلا حاليا في عندي 986، وعندي هنا في البلاد التر عندي شويه بلاد، فلو احط البلاد اورب هنا حتبدا الحياه اللي في الشبكه الشخصيه حقتي تزيد زي ما انتم شايفين، راح يبدا يشفط كل اللي في الالتر بهذه الطريقة. لكن أنا ليش أبغى أسوي حاليا الماجيشن بلاد أورب؟ لأنه نبغى نسوي الباث، أتوقع اسمه هي الستون باث، ستون بريك باث. راح نحتاج اللي هو تير 3، راح ناخذ هذه ندمجها. راح نحتاج 6 × 4 = 18، لا 6 × 4 = 24 مو 18 بالعكس 24. راح نحتاج 24، 1 2 12 16 24، هذه ما عاد نحتاجها، نرجع مكانها ونرجع مرة ثانية. معلش خلينا ناخذ هذه بس، حلو، حطها في الدرل حقي واروح لبلاد ماجيك. تمام، وانزل تحت ونبدأ نوسع من هنا. حلو، وسع بلوكتين، خليها 3 ما يخسرني شيء. وسع 1 2 3، احفر هنا ثلاثة. معلش دقيقة بس نقفل هذه. تمام، نحفر هنا برضو، 1 2 3، 1 2 3، حلوين. طيب حاليا راح نحط 3 × 2، 1 2 3، هنا برضو 1 2 3، وهنا 1 2 3، هنا 1 2 3. اتوقع نحتاج نحط ايه زي ما انتم شايفين، لما حطيت اللي هو الستون بريك او التير 3 صارت الكرنت او البونس صار 119، يعني باقي لنا شويه ونصير 120. اتوقع لو اللهم صل على محمد، لو بدلنا هذه مثلا زرعناها وحطينا كسرنا هذه وزرعنا راح تزيد، راح توصل ل 120%. طبعا تير 3 اكثر شيء تقدر توصل له 120%، احنا حاليا 119%، يعني ما فرقت كثير. فلو نرجع حاليا نطلع فوق، تمام، خليني اكل بس، خليني اوريكم قد ايش التسع قلوب حتعطينا بلد او حتعطينا ال بي. حاليا ما عندنا ولا ال بي، صفر. لو ولا السيف حقنا مظبوط او الخنجر بالاصح. فلو نطلع حاليا فوق ونضغط رايت كليك شوفوا كم حيجينا، 3955. يعني لو وصلت 120% حتصير من ضربة واحدة 4000 ال بي. طبعا هذا واحنا ما احنا حاطين الرون اللي هي رون اوف سيلف ساكرفايس، رون اوف سيلف ساكرفايس هذه لو حطيتها حتعطيك برضه بونص زيادة. فأنا ليش أبغى أسوي التير 3؟ معلش خليني أوقف التسجيل هنا وأروح أنام وأرجع من جديد. أوكي حاليا نمت، رجعت. حاليا ايش نبغى نسوي؟ طبعا انا هدف كله من هذا الشيء اللي قاعدين نسويه كله انه انا ابغى اسوي الدروع هذه. الدروع هذه من افضل الدروع اللي الى الان شفتها. طبعا انا ما قد استخدمتها قبل كذا لانه المود جديد، يعني لعبت انا في بلاد ماجيك التحديث الجديد لكن ما وصلت لنقطه اني انا اسوي الدروع، او ما اكتشفت بالاصح يعني قديش رهيب الدروع هذه الا الفتره الاخيره. فعشان نسويها راح نحتاج حاجه اسمها البايندينج ريجنت، والبايندينج ريجنت هذه راح تحتاج تارتك جيم فيها اقل شيء 400 تويل. تمام، طبعا عشان تسوي تارتك جيم فيها 400، طبعا اذا انت ما تعرف ايش التارتك جيم وش الويلز وش هذه اتمنى ترجع للحلقه الاولى حقت بلاد ماجيك اسمها سحر الدم بشكل جديد اتوقع. ف حنحتاج تارتك جيم اللي هي الكومن، لانه هذه اللي احنا حاليا عندنا اللي هي البيتي تخزن 64 واللي بعدها تخزن 256 ما وصلت ل 400، واخر واحدة او اللي حنسويها تخزن 1024. فعشان نسوي اللي هي الثالثة لازم نسوي الثانية،
وعشان نسوي الثانية راح نحتاج أقل شيء 60 ويل في التارتك جيم حقتنا. التارتك جيم حقتنا في حاليا فيها 17. لو قعدت قاتل الوحوش، الوحوش ما راح يعطوك كثير، يعني حيعطوك كمية قليلة. فأنا إيش أبغى أسوي حاليا؟ أبغى أضيف على السيف هذا لوتينج. لو أضفت عليه لوتينج وشاربنس حيصير مرة رهيب، حيعطيك تارتك جيم بشكل مرة كبير. فمو بشكل مرة كبير، يعني مثلا بدل ما يعطيك واحد راح يعطيك ثلاثة أو أربعة، راح توفر على نفسك هذا الشيء، أو حتوفر على نفسك وقت مرة كثير. فعشان تسوي كتاب اللوتينج راح نحتاج اللوتينج، راح نحتاج أي نوع من أنواع الرؤوس. طبعا مو شرط إندر من هيد، أي نوع. أنا أول كنت أحسب أنه لازم الإندر من هيد، طلع عادي أي نوع من أنواع الزومبي هيد. فأتوقع أن إحنا عندنا هنا ثلاثة، عندنا كريبر، ما بأخذ الكريبر. خلينا نشوف عندنا في الموب سبونر إيش كم عندنا، أو إيش عندنا بلا صح. طيب عندنا والله عندنا كثير، والله عندنا 28. هناخذ ثلاثة، تمام. راح نحتاج لابس، نحتاج 12 او 15 اتوقع. اخذ نص ستاك ماني خسران شيء. راح احتاج ريشة وانك ساك وكتاب. طيب خلينا اسويها كلها عشان ما ازعجكم، اسويها كلها وارجع من جديد. اوكي حاليا عندي اغلب الاشياء اللي احتاجها، او كل الاشياء بلا صح. فاول شيء نبغى اللي هو تير 3 27. اوكي اوكي ناخذ اللوتينج، ونبغى كمان شاربنس. شاربنس نحتاج 36. اوه ما عندنا اكس بي، كويس انه عندنا مزرعة موبس. نروح لمزرعة الموبس وناخذ الاكس بي. اوكي الاكس بي ناخذ ستاك نعبي. نحتاج 36، والله ما ادري هذا تكفي ولا لا. نشوف إذا ما تكفي نجيب زيادة، شكلها ما حتكفي. ناخذ ستاك كمان زيادة، اتوقع تكفي. الله ما ادري، 30 31 32، شكلها نحتاج ستاكين زيادة. نشوف لما الاكس بي يوصل لمرحلة عالية يصير بطيء. هذه 36 نرجعها كلها ونروح. والله اتوقع نحتاج زيادة عشان ندمجها مع السيف. ناخذ زيادة، زيادة ما احنا خسرانين شيء، نقدر نخزنها في بنك الاكس بي اللي عندنا. فناخذ كتاب الشاربنس ونشوف حاليا كم حتكلفنا لو حطينا اللوتينج. نحتاج 6 اكس بي بس. طيب اوكي هذه 6، والشاربنس برضو 6. اوكي لوتينج حيطلع لنا لوتينج وشاربنس، كويس. طيب خلينا نجربه، كويس الليل جا نجرب ونشوف. طبعا حاليا عندي في الترتك جيم عندي 17.11، خلينا نشوف كم حيطلع لنا بعد ما حطينا اللوتينج والشاربنس. انا بشوف جود. طبعا معلومة، كل ما زادت الويلز اللي عندك هنا، طبعا حاليا عندي 17.11 زي ما قلت، مو جي زي ما قلت. لو زادت كل ما تزيد، كل ما يصير السيف حقك اقوى. فخلينا نشوف الوحوش. ما في لما تبغاها ما يجوك، هذه قاعدة. أتوقع في سهم مدري قوس نفس الفكرة، إنه يعطيك ويلز. خلينا نشوف في سكيلتون. تعال يا سيدي تعال، نكتك ح أوف ويتش. يا كرهي الويتش، أكثر موب أكرهه في حياتي الويتش، أكثر من سكيلتون. طيب اعطانا ايش؟ اوه كويس اعطانا ثلاثة وعليها. فانا ايش حسوي حاليا؟ راح اجمع ويلز تكفينا انه احنا نسوي التارتك جيم اللي هي المستوى الثاني، وبعدها حجمع الكمية اللي نحتاجها عشان نسوي المستوى الثالث، وراح ارجع من جديد.
طبعا حبيت التارتك جيم الأولى في لمحة بصر، قلت خليني أستغل السبانر اللي عندي هنا، ففتحت من هنا وحطيت حطيت هذه البلوكات عشان ما يرسبلون لي أي سبايدرز، لأنه في البداية شغلت ورسبلون لي سبايدرز مرة كثير. فحاليا لو نشغله الموب سبونر وفتحت فتحة تحت بحيث ان هم ينزلوا تحت، فخليني اوريكم. نقفله هيبدأ يرسبنوا زي ما انتم شايفين، بعد شوية هيبدأ يرسبنوا وحينزل على فين؟ على تحت. من ينزل على تحت ايش حيصير؟ هيطيحوا لي هنا زي ما انتم شايفين، وابدأ اقتلهم بالسيف حقي وعبي التارتكشن. فانا في لمحة بصر يعني تقريبا في 20 ثانية او 30 ثانية عبيت التارتكشن حقتي كاملة، في 64 فل مليانة خلاص ما تقدر أعبي فيها أكثر من كذا. فبس خلينا نقفل هذه. طبعا ميزة الكيرست إيرث أو الأرض الملعونة إنه بعد فترة اللهم صل على محمد ما يمدي نفس الزومبيز اللي رسبنوا عليها حيختفوا، يعني ما حيقعدوا نفسهم حيختفوا. فهذه ميزة، هي ميزة وعيب في نفس الوقت، بس ميزة بالنسبة لي عشان لا يقعدوا فترة طويلة هنا مرسبنين تحت يسووا لي إزعاج. فحاليا ايش نبغى نسوي؟ نبغى نسوي اللي هو التير اللي بعده، فراح نحتاج ترتك جيم ثانية غريبة. فخليني بس اجيب كل الاشياء اللي راح نحتاجها، بس خليني اوريكم. راح نحتاج في الهيل فورش راح نحتاج دايموند ولابز بلوك وبلوك فريد ستون مع اي ترتك جيم، فراح نحتاج ترتك جيم. طبعا الترتك جيم هذه لازم يكون فيها كمية معقولة، لانه زي ما انت شايف يقول لك مينيمم 60 هذه، او اننا نسوي واحده فاضيه زي ما انتم شايفين، نسوي واحده فاضيه ثانيه. فخليني اجيب كل الاشياء اللي راح نحتاجها وارجع من جديد. اوكي حاليا عندنا كل شيء نحتاجه، نطلع فوق ونروح على الهيل فورج حقتنا هذه. اول شيء راح نحتاج نسوي بيتي تارتك جيم واحده ثانيه غير اللي مع غير اللي عندنا. نحط هذه هنا، نحط ريد ستون ولابز وكلاس وجولد، هيسوي لنا واحدة ثانية تارتك جيم ثانية زي ما انتم شايفين. هنحطها هنا. طبعا الوصفة الثانية راح تحتاج أقل شيء يكون عندك 60، يعني عندنا 63. نحط الدايموند، نحط اللابز، نحط الريدستون زي ما انتم شايفين، حيبدأ يعطينا تارتك جيم اللي هي الثانية اللي هي التير 2 زي ما انتم شايفين. هذه هي الليزر، هاي تخزن لنا 200، احنا ما نبغى 200، احنا نبغى أكثر من 200، احنا نبغى اللي تخزن لنا 1000 عليها. بس خليني أوريكم حاجة عشان ما تروح هذه على الفاضي. ايش تسوي؟ تضغط شيفت رايت كليك على هذه القديمة، هتبدأ تنقل ولازم تحطها جنب بعض، تبدأ تنقلها على اللي بعدها أو على اللي جنبها زي ما انتم شايفين بهذه الطريقة. فحاليا ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج عشان نسوي التير اللي بعده زي ما انتم شايفين هنا، راح نحتاج أقل شيء يكون عندنا 240 في الليسر، أقل شيء يكون عندنا 240، وراح يسحب 50. طبعا هذه تخزن شوف تخزن اتوقع 256 او حاجة زي كذا، 256 اتوقع. فخلوني اعبيها كاملة ونرجع نسوي اللي هو التير الاخير هذا. اوكي حاليا نجي لتير 3، راح نحتاج اول شيء نسوي تير 1، نحط 1 2 3 تمام، راح يسحب شوية. الحين نحط هذه هنا، نحط 1 2، نحتاج امبيوت سليت، هذا الامبيوت سليت سويتها. حاليا نحطها، نحتاج شيء نسيت، حرف اليو نحتاج، اقل شيء 240، انا عندي 236. طيب مو مشكلة، ابسط حاجة في الحياة، هنروح للسيستم حقنا هنا. وايش نسوي؟ نقتل الزومبيز اللي تحت، حتى معي كويس. زي ما انتم شايفين السوار شغال زي الحلاوة. نقدر نعبي التارتك حقتنا، حلو. اتوقع انها تعبت فل، لا والله لسه باقي لها شوية. تعبت كويس. نرجع مرة ثانية الليل قرب، الليل قرب، الليل قرب.
طيب نرجع هنا ونحط الجيم حقتنا، راح يعطينا اللي هو آخر تير. تمام شايفين، نرجع نعبيه نعبيه كده على الطريقة كده، يكون عندنا اللي هو الكومنت ارتك جيم. بس خليني ارجع البيت عشان عندي نعم، وانام واشوف بالضبط ايش يحتاج عشان اسوي الارمر حقي. الارمر طيب، الارمر راح نحتاج البايدنج ريجن، طبعا راح نحتاج اربعة لكل، طبعا الدرع هذا ما راح تستفيد منه الا اذا كنت لابس الاربع قطع كلها، فكل واحدة راح تحتاج بايندنج بايندنج ريجنت. جست ليت راح تحتاج برضو بايندنج زي ما انتم شايفين، فراح تحتاج أربعة من هذه. الأربعة هذه كل واحدة راح تكلف منها عشرة ويلز، بس برضو لازم يكون عندك أقل شيء 400، فأنا راح أحط مثلا 450 أو 400 وزيادة وراح ارجع من جديد. معلش ادري الحلقه هذه فيها تقطيع كثير، لكن عشان ما اقعد اصيد الزومبيز قدامكم واقتلهم حيطلع شيء ممل، فاقطع التصوير افضل لي، يعني افضل لي وافضل لكم انتم كمان. طيب حاليا جمعت 474.23، فعشان نسوي اللي هو البايندنج البايندنج ريجنت راح نحتاج ريدستون وجلوستون جولد ناجت وجن باودر. طبعا الجلوستون ما عندي حاليا، فبروح لبريتانيا واخذ اربع ريدستون وارميها هنا تتحول لي لبلوستون. نرجع لبادريك تمام حلو. نروح على الهيل فورج ونحط له تارتك جيم، نحط واحد دقيقة بس، أنا ما أدري تنفع كلها ولا لا، بس ما بضحي ما بخاطر. حلو كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي هتخلص، نحط برضو اللي بعدها، حط واحد اثنين ثلاثة أربعة ثانية. حلو، نحتاج واحد اثنين ثلاثة أربعة، أوكي باقي واحدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. زي ما انتم شايفين كل ما نروح يبدأ يشفط حاليا، حتصير 34 زي ما انتم شايفين. تمام حاليا جبنا الأربعة كاملة. حاليا ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج اللي هو الأركين أشز، حلو، والبايندنج، وراح نحتاج حديد، درع حديد. تمام خلينا نرجع البيت، نحتاج 24 حديد، 24 حلو. نسوي كل القطع، نحتاج أول شي الشيست بليت والهلمت والبنطلون او السروال، واخر شيء اللي هو البوتس. طيب خليني اوريكم شيء، طريقة الكرافتنج الصراحة من احلى الاشياء الموجودة. طبعا ما يحتاج تكون في مكان معين، لكن انا بروح هناك بس ايش كشكل، يعني خلينا نقول مثلا حطيناها مثلا هنا، حلو تحطها كذا، وراح تحط البايندنج. تمام تحط واحدة بس زي ما انتم شايفين، تحول على هذا الشكل. هيا شوف معي، لو حطيت الهلمت شوف ايش حيصير. طبعا البرق هذا ما راح ياثر عليك، طحت. شوف ابداع، يعني احلى طريقة كرافتنج موجودة انا شفتها قبل كذا. في طرق كرافتنج مرة كثير في بلاد ماجيك، هذه احلى طريقه. في عندك ثم كرافت، في يعني صراحه انا احب طريقه الكرافتنج اللي زي كذا، اللي فيها تغيير، يعني مو بس تروح كرافتنج تيبل وتحط الايتمات وخلصت، لا يا حبيبي انا احب كذا يكون فيه زي ما يقولوا بارتكل افكت او حاجه زي كذا. فما عندنا مشكله، نحط اللي بعدها ونحط الشيست بليت. ابى اخذ لي صوره، خذ لي اكثر من صوره ثمنيل. صراحة شيء يبدع. طيب حاليا بقينا القطعتين، بقينا السروال وال
الجزمة، هذه الجزمة تخلص. زي ما قلت ما راح تستفيد منها الا اذا كنت لابس القطعة كاملة. بعد شوي حوريكم ايش فايدة الارمر هذا او ليش انا ابغاه لهذه الدرجة. حلو، هذا البوتس. بقي لنا اخر شيء السروال. حلو، وهذا السروال يتحول تدريجي. تمام، هذا السروال خليني البسها كامله واوريكم ايش فائدته. طبعا اول ما تلبسه ما راح يكون في ما راح يكون منه اي فائده، بس خليني اوريكم حاجه. تضغط شيفت ام، شيفت ام اتوقع حاجه زي كذا. المهم معنا، المهم زي ما شايفين في حاجه اسمها ابجريد بوينتس. تمام، الابجريد بوينت هذه كل ما تسوي حاجه، يعني مثلا خليني اعطيكم مثال. حاليا انا عند البريد التر، تمام، خليني اضحي بنفسي شويه. تمام، شوف ايش حيجيني. شيفت ام دقيقة بس خليني ابغى اتاكد ايش الزر بالضبط اللي راح يطلع لي البروجرس وارجع من جديد. طيب هو نفسه الزر شيفت ام، تضغط شيفت ام راح يطلع لك ايش الابجريد، لكن احنا الى الان ما طلعنا اي ابجريد فما بدينا نشوفه. فمن الاشياء اللي حتجيب لك الابجريد، اول شيء انه انت تضحي بنفسك، تضحي بدمك، راح يعطيك ابجريد بوينتس. انه انت تجري مسافات طويله، انه انت تحارب الوحوش. شايفين تحت جا مكتوب ابجريد ريكوايرد، زي ما انت شايف جاني حاجه اسمها كويك فيت. كويك فيت ايش فائدتها؟ طبعا مكتوب ليفل 1، في اكثر من ليفل. الابجريد بوينتس صار منها 3. طبعا الابجريد بوينتس حتزيد كل ما راح تستغل، اكثر شيء تقدر تمليه 100، بعدين تقدر تسوي طريقه معينه تقدر تزيد بيها الابجريد بوينتس، تقدر تحط الابجريد اللي انت تبغاها. عموما الكويك فيت هذا فائدته انه انت ايش، طبعا في 5 ليفلات، ليفل 1 يعبي لك 20%. كويك فيت ميزته انه راح تمشي اسرع بشويه، كل ما زاد الليفل كل ما حتصير اسرع بكثير. فعشان عشان تسوي او عشان تزيد الابجريدز هذه، كل اللي عليك انه انت تمشي. يعني مثلا كويك فيت او الجري راح يعطيك كويك فيت، حيزيد الكويك فيت. انه انت تضحي بنفسك راح يعطيك حاجه اسمها هيلث. ان شاء الله ان شاء الله من المدينه نسويها حاليا. خلينا ننزل تحت. في ابجريدز بوينت مره حلوه، وميزه الارمر هذا انه مجرد انه انت تستخدمه، يعني بس استخدمه هو من نفسه ايش راح يسوي؟ راح يعطيك ابجريد بوينتس. فزي ما قلت كل ما راح تستخدمه كل ما راح يعطيك ابجريد بوينت زياده. فالى الان ما جانا الهيلث، فغالبا راح ابدا استخدمه لفتره معينه لين ما يعطينا اللي هو الابجريد بوينتس الثانيه. طبعا زي ما قلت في اشياء كثير ممكن تسويها عشان تعطيك ابجريد، منها القتال الوحوش، منها الجري، منها انه تجلس هنا وتضحي بحياتك عشان ايش؟ عشان تعبي الالتر. خلينا نجرب المرة هذه، اللي هذا يخلص بس. غير كذا شكله، شوف شكله كيف، يعني صراحة أنا عاجبني. ما أدري عنكم عاجبكم ولا لا، بس أنا صراحة مرة عاجبني، فما راح يعطيني إياها حاليا. فزي ما قلت كل اللي عليك إنه أنت تستخدمه في حعيدها ما أدري حتى أكثر من مرة. زي ما قلت حتقاتل وحوش، حتضحي بنفسك، حتجري زياده، حتعطيك ابجريد بوينت ابجريد بوينت ابجريد بوينت. فبين الحلقه هذه والحلقه الجايه انا راح ابدا اجمع مثلا بلد كثير، راح احارب وحوش واشوف ايش حيطلع لي بالضبط. فاتوقع راح انهي الحلقه هنا. اتمنى تكون عجبتكم الحلقه. اذا عجبتكم الحلقه لا تنسونا من اللايك، لا تنسونا من الشير والسبسكرايب، ونشوفكم الحلقه الجايه وراح نشوف ايش حيطلع لنا ابجريد بوينتس. سلام. I was denied so hard. Oh, لعبة سنانس. Ready? Go. هذه لعبة سنانس. هذه إيش هذي؟ أوه. قصي. قصي. أنا ما أدري أنا إيش قاعد أسوي. أيوة.